انت عايز، هو عايز رد عليا، مفيش مشكله. الجمعه اقول له هيروح هو بالظبط. ماشي كده، راح في عربيه ترد جت كده 2013، جت خدت من قدام البيت. بعد كده هم طبعا مش عارف العربيه بانها ما كانتش مرخصه. خدوك ازاي؟ خدوني فتحوني كده. ايه ازاي بقى؟ واحد كده جه سأل على ابويا، قال امال فين ابوك؟ راح لقيت اتنين شدني في العربيه. شدوك ازاي بقى؟ عشان شدني. طب انت ما صوتش ولا زعقت ولا بتاع؟ لا قعدت ازعق وصوت، بس كان كله يعني مشغول في الصاله. في الصاله؟ اه. وبعد كانوا كم واحد؟ كانوا يعني بالسواق ولا من غير سواق؟ بالسواق. سبعه بالسواق. سبعه كمان عم بالظبط. سبعه بالسواق. متأكد؟ 100%. أو ستة من غير سبعة، بس سبعة سبعة بالسبعة. اه. ده انت تعرف فيهم حد؟ لو شفتهم اعرف. لا، اذا اعرف يعني قبل كده كنت تعرف فيهم حد؟ ايه قبل كده كان في واحد جه هنا، ده كنت بشوفه هو اللي كان معايا. مش عرفك؟ ايه، ما كنت بشوفه كل مرة، احس كل مرة، كل انا مثلا قاعد على هو الاقي الراجل ده بص عليا، مثلا رحت الصوت كان السلطان. ده بقاله قد ايه بقى بيراقبك؟ ده من يوم الخميس. من يوم الخميس؟ اه. يعني انت جاي تخطف ده اول مره؟ لا مش هو، هو حسن اللي هي باشا قال انت. لا آه يعني تخطفه، جاي تخطفه ليه يعني؟ جاي يعني ده تاخد واحد من الشارع في العربيه وتجري بيه عشان ايه؟ مش عارف حسن ده ليه بيبرد على كده، هو دايما بيبرد على كده. ليه؟ ما هو كلمك. ما هو كلمني قال لي انه عمال مصلحه عند عمك حماده، لكن مش عارف اي مصلحه اللي عند عمك حماده. يعني انت جاي تخطف ده اول مره؟ لا مش هو، هو حسن اللي هي باشا قال انت. لا يعني تخطفه، جاي تخطفه ليه يعني؟ جاي يعني ده تاخد واحد من الشارع في العربيه وتجري بيه عشان ايه؟ مش عارف حسن ده ليه بيبرد على كده، هو دايما بيبرد على كده. ليه؟ ما هو كلمك. ما هو كلمني قال لي انه عمال مصلحه عند عمك حماده، لكن مش عارف اي مصلحه اللي عند عمك حماده.